حلوه كل اقعد فيه. أعزائي المشاهدين أو في الرياضة أينما كنتم، عشاق الكرة الطائرة في مباراة من العيار الثقيل مع قناة نادي الأهلي، قناة نادي القرن، النادي المحلق دائما بنثره العالي في سماء الرياضة المصرية والإعلام الرياضي المتميز. ألتقي بكم مجددا عزب الشرباجي محدثكم، ومباراة نهائي كأس مصر. نادي الأهلي يدخل المباراة بفوز مستحق في كل مبارياته أثناء مشواره في البطولة، بفوز على نادي الشرقية للدخان 3-0، الفوز على الشمس 3-0، والفوز في مباراة الدور قبل النهائي على نادي الزمالك 3-0. بدأت المباراة وشايفينها بقى على صفيح ساخن كده منذ البداية، وتألق من عبو وعبد الله عبد السلام، ولكن ضربات ساحقة بدفاعات قوية جدا، وكرة ملامسة لحوائط الصد يحسب على طول الحكم الدولي بنقطة لفريق طلائع الجيش. كابتن وليد الخشن الحكم الأول، دخلنا كده في المباراة على طول. هنستغل أي توقف نقول لحضراتكم بقى قائمة الفريقين. إرسال مع فريق طلائع الجيش. تايسون على الإرسال رقم 14 من أبناء النادي الأهلي أيضا، وإرسال في الشبكة لتايسون. طبعا عارفين بقى قائمة النادي الأهلي، مدير فني كابتن محمد مسلحي، اللواء خالد أبو زينة مدير إداري، تامر مجدي مدرب عام، محمود جمعة مدرب مساعد، الدكتور إيهاب فخر الدين طبيب، والدكتور سامح ظلام للعلاج الطبيعي. وإرسال مع عبد العال، إرسال سريع مع الوزب كده في مركز 2، وضربة من خارج حوائط الصد ولكن خارج الملعب من نادي طلائع الجيش، ينتقل أو يظل الإرسال مع عبد العال. إرساله فلوتر مع الوزب مؤثر إلى حد كبير. عبد العال إرسال سريع أيضا بيوجه كده على الليبرو مع استقبال جيد، وأشرف أبو الحسن المنتقل بقى لنادي طلائع الجيش بعد مشوار مع نادي الزمالك، من أكبر اللاعبين سنا في الكرة الطائرة المصرية. وما زال عبد العال على الإرسال. إرسال تاني مع الوزب موجه برضو ناحية الليبرو مع استقبال خاطئ كده خارج منطقة 3 متر، وكرة بريست الإيد، ولكن بقى محمد معوض وتمكن واقتدار، وأحمد صلاح من بداية كده اللقاء بيطير في الهواء ويضرب كرة قوية جدا تخترق حوائط الصد وتنزل في أرض ملعب الطلائع. وما زال الإرسال مع النادي الأهلي عبد العال، وتشجيع كده من كابتن بقى ميدو مصلحي ابن من أبناء النادي الأهلي طول مشواره في النادي الأهلي، وكان اشتغل لفترات مساعد لكابتن إبراهيم فخر الدين، لقاء الأستاذ بقى والتلميذ. وهنشوف النهاردة مين هيتفوق بفضل الإمكانيات المتاحة لفريق النادي الأهلي. وشايفين بقى تألق واضح أهو من أحمد صلاح مع بداية اللقاء، وأدي عبه، والنتيجة 5 النادي الأهلي 2 طلائع الجيش. في الشوط الأول لسه برضو التكهنات تصعب في المباراة بتميز النادي الأهلي بفارق 3 نقاط، ولكن ما زالت مباراة الكؤوس تأخذ طابع الندية حتى النقطة الأخيرة. وما زال عبد العال على الإرسال بإرسالات خططية موجهة بفضل توجيهات قوية من ميدو مسلحي، وعلى الليبرو واستقبال جيد المرة دي، وكرة كده في مركز 2 وحوائط صد تروح فين بقى معاك أحمد سعيد، وأدي تاني أهو عبد الله عبد السلام بيلم كورته المرة دي، ومعوض في المنطقة الخلفية، وأحمد صلاح بيحاول يعمل تاتش لكن خارج الملعب يا أبو صلاح. هل بقى هيبدأ نادي طلائع الجيش ينايم كده اللقاء شوية مع بدايته ويمتص الحماس لفريق النادي الأهلي؟ طبعا عودنا دائما الفريق الأحمر أو فريق النسر المحلق للتألق من البداية حتى النهاية،
ما بيديش فرصه لنفسه انه يريح. وادي عبد الله عبد السلام بيعكس كوره كانت صعبه جدا وبرؤيه عاليه وبتالق واضح لاحمد صلاح، بيعمل اسقاط بنقطه مباشره. لسه الاجواء كده فيها شويه دربكه من فريق طلائع الجيش، بيحاول كده يدخل اللقاء. وكان مشوار طلائع الجيش الفوز على الظهور 3-0 والفوز على سموحه 3-1 والفوز على الاتحاد السكندري 3-0 والوصول للمباراه النهائيه. وادي بقى تمكن واقتدار من عبد الله كده بايد واحده بيطلع كورته وتترفع في مركز 4 للفتى الطائر سوء اليد الذهبيه، وحائط صد ايضا من احمد سعيد، ولكن ايمن الذهبي الحكم الدولي الثاني بيحسب لمس شبكه على احمد سعيد. مش عايزين عصبيه كده يا ابو حميد من البدايه. وبيهدي هو عبد العال بقى وخبرات عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، ناس كبيره قوي موجوده داخل ارضيه الملعب، كبيره في الاداء، كبيره في السن، كبيره في الخبرات. ارسال انس خارج الملعب، لاعب نادي الطيران السابق وحاليا نادي طلائع الجيش، بيحاول كده الكابتن ابراهيم فخر الدين اعاده بقى الفريق لقوته مره ثانيه بعد ما كان متالق فريق نادي طلائع الجيش في 2015 2016 2017 والفوز بالدوري وبطوله افريقيا، طبعا بفضل انتقال لاعبي النادي الاهلي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، وادوا تقل كده شويه للفرقه. ولكن مره ثانيه بيعيد حساباته نادي طلائع الجيش وبيدعم صفوفه بلاعبين صغار السن ياخدوا ثقل كده داخل الصفوف. وادي بقى بيبو الكابتن محمود الخطيب وتشريفه للقاء بعد ما حضر بالامس مباراه الفريق الاول السيدات بفوزه بكاس مصر والدوري المصري. بنبارك طبعا ونهنئ انفسنا على فوز النادي الاهلي بالدوري والكاس. وطبعا عارفين بقى توقف البطولات الافريقيه، والا كمان كان يبقى فيه ثلاثيه ورباعيه. النادي الاهلي للفريق الاول رجال فاز بالبطوله العربيه بعد الفوز على غريمه نادي الزمالك بنتيجه 3-0، والفوز بالدوري وحسم اللقاء قبل نهايه البطوله بمباراه واحده. ومستنيين بقى الثلاثيه النهارده، وادي كده دربكه زي ما قلنا من البدايه. وايضا بيحسب الحكم الاول وليد الخشن والحكم الثاني ايمن الذهبي لمس شبكه على لاعبي النادي الاهلي، وانتقل الارسال لفريق طلائع الجيش. ما زالت توجيهات الكابتن ابراهيم فخر الدين شايفينها امام حضراتكم على الشاشه، بيوجه كده اللاعب المرسل رقم 12 جلال، حط كره صعبه واستقبال كان خاطئ ودربكه وترجع تاني لكن من خارج العصا الهوائيه، ونقطه مباشره لفريق النادي طلائع الجيش. وما زال طلائع الجيش معاه الارسال، احمد جلال على الارسال منتقل من نادي الجزيره. زي ما قلنا الكابتن ابراهيم فخر بيحاول يعمل توليفه كده بين لاعبين منتقلين من عده انديه ويرجع بيهم تاني الصداره او المنافسه من فريق طلائع الجيش. وادي ضربه ساحقه وسامعين بقى الصيحات والاهات، بيتعملق محمد دوله او محمد عادل ويضرب كره من ناطحات السحاب الاهلاويه. وادي محمد مسلحي بيقول له بقى قرر تاني وخد الديفنس كده وقف في الميل شويه ناحيه خمسه عشان تطلع الضربات الساحقه لنادي طلائع الجيش. وبيرجع احمد سعيد على الارسال، الفتى الطائر لفريق النادي الاهلي، ارتقاء ولا اروع، ولكن الكره كده تخونه شويه وتنزل في الشبكه. طبعا فتره التوقف اثناء جائحه كورونا حرمت اللاعبين من المزيد من عناصر القوه والتالق، ولكن بقى هيهات شايفين دلوقتي نهائي كاس مشرف فعلا للرياضه المصريه بعد توقف دام اكثر من 4 اشهر. وادي شبل واستقبال جيد جدا وفي مركز 4 وضرب ساحق في ايد حائط الصد لعبد العال اللاعب المتميز والمتالق في الكره الاولى، وبيتصرف كده في الكره الهجوميه بيضرب في ايد حائط الصد بنقطه مباشره. ويرجع دوله على الارسال، منتقل من نادي سموحه الموسم الثالث ليه مع النادي الاهلي. دوله ارسال فلوتر برضه موجه على الليبرو، واستقبال جيد ومن المنطقه الخلفيه في الجمله الخططيه الاولى من اشرف ابو الحسن داخل ملعب طلائع الجيش، وضرب كده ساحق في الملعب النادي الاهلي. ينتقل الارسال مره ثانيه لفريق طلائع الجيش، بيرجع اشرف ابو الحسن على الارسال،
شايفين كده في سكرين معمول شويه على الشبكه عشان يغطي على لاعبي الاستقبال في النادي الاهلي، واستقبال جيد من عبد العال، وتروح فين لاحمد سعيد، كانت متاخره شويه ولكن باسقاط متمكن يخفق فيها ليبرو الفريق لطلائع الجيش، ونقطه مباشره للنادي الاهلي. بيرجع عبد الله عبد السلام على الارسال، كابتن فريق النادي الاهلي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام جيل واحد، وكانوا حصلوا على المركز الرابع بطوله العالم للشباب في عام 2000، واحترف بقى عبد الله عبد السلام في العديد من الانديه والدول الاوروبيه، اخرها كان ايطاليا، وطبعا احمد صلاح احترف في روسيا، عارفين كلنا خلاص وحافظين التاريخ ده. ما زال الارسال مع عبد الله وارسالات متمكنه، وبريست الايد وسريع جدا وقوي، استقبال خاطئ وبيلحقها بالعافيه اشرف، وتايسون بقى بيتمسك مان بلوك، وادي محمد صلاح ميدو مسلحي ابن من ابناء النادي الاهلي بيشجع فرقته، وقد ايه بقى الوعي والادراك اللي بيقوم بيه محمد مسلحي بتقويه كده الناحيه النفسيه لفرقته، وبيدعمهم ايضا بالتعليمات الفنيه اول باول. طبعا نهائي رائع لبطولة الكاس، وكان قبله نهائي رائع ولا أروع برضو من كده في بطولة كأس مصر للسيدات. وطبعا بنشكر بقى في اللحظة دي الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، بعد توقف عصيب جدا صمم أن تستأنف العديد من الفعاليات، منها فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات والشباب والشابات، وانتهت بخير فعلا، وكان النادي الأهلي ليه الحظ الأوفر في الفوز ببطولتين، منهم بطولة 16 سنة ناشئات وبطولة 19 سنة للشباب. والدكتور سامح حمدي أثرى بقى ووضع أول مرة تأمينات للحكام، وكانت مشكلة كبيرة مرتبات الحكام، واللي استخدم فيها أحد البنوك كده بالاتفاق معاه وعقد اتفاق بتحويل كل المتأخرات وتسليمها للحكام، وطبعا عارفين عمود من الأعمدة الأساسية داخل المنظومة الرياضية والكرة الطائرة بالأخص هما عنصر الحكام. وطبعا أصدر لائحة جديدة تعالج عوار اللائحة السابقة، ويعتبر أصدر نصها، والباقي هياخد منه موافقة في جمعية غير عادية يوم 21 أكتوبر. نرجع تاني اللقاء، وأدي استقبال ممتع من معوض، وأدي الكرة بقى الساحرة الخطيرة جدا اللي قدر يفوز بيها النادي الأهلي في مباراة الزمالك، مش عارفين مين اللي ضارب، هل هو عبو صاحب القامة الطويلة ما شاء الله 2 متر 11 ولا أحمد سعيد صاحب اليد اللي من حديد اللي بيجي من بعيد قوي ويطير في الهواء ويضرب كور صاروخية بتأثر على الخصم، قدر يفوز بيها النادي الأهلي 3-0. ودلوقتي بيكرر تاني بيد الساحر بقى عبد الله عبد السلام، وأدي كورة برضو للحق يتقال، كرة كده من جنب حائط الصد ما كانش قافل فيها كويس عبد الحليم، وتتضرب مباشرة من فريق طلائع الجيش من أحمد جلال في مركز 5 وبدون تغطية دفاعية، وينتقل الإرسال لنادي الجيش. 10-14 في الشوط الأول، 10 طلائع الجيش 14 أهلي، 4 نقاط غير مطمئنين، ولكن شايفين ان في ثبات في المستوى والتألق في نادي الاهلي. وطبعا في بقى هنا محاوله كده للحاق بالصوت من فريق نادي طلائع الجيش، وكره قويه من ايد احمد جلال تاخد حائط الصد وتخرج خارج الملعب. بدا يقرب واحده واحده كده نادي طلائع الجيش، لازم نفوق للسكور 11-14 حتى الان، فارق 3 نقاط في الشوط الاول، وكره خارج الملعب بيتابعها احمد سعيد، وكره اوت فعلا جاست اوت، وبيقول بقى هنا محمد مسلحي، وكان في كده اشاره من حامل الرايه، ولكن بقى مين معانا؟ 2 دوليين، الكابتن وليد الخشن والكابتن ايمن الذهبي من اكفأ الحكام الموجودين في الاتحاد، وادوا اشارتهم خلاص وادوا قرارهم، وكره للنادي الاهلي. عبوا على الارسال، وهنا بيقول ما حدش يتكلم مع حد، انا القرار ليا، وطبعا قرار سليم وصحيح 100%، وبيعتذر احمد سعيد، وبيروح بقى اشرف ابو الحسن ينيم اللعب شويه بخبرته، صاحب ال 45 عام ما شاء الله، مواليد 75، وبيحاول كده يهدي الاجواء، والفارق 4 نقاط، ما اطمنش للفوز، ولكن بقى هو شايف ان في اقتدار كده وتميز في صفوف النادي الاهلي،
وادي ارسال من عبو واستقبال جيد وبيقلب الكره ودفاعات ايضا جيده ومتقنه والكره راح رالي ما بين الفرقتين وترجع في مركز اربعه اللي بيطلع على طول انس ابو هاشم. قلنا اللاعب المنتقل من نادي الطيران واللي بيكمل كده مع نادي الجيش ويضرب كره قويه من مركز اثنين. ينتقل الارسال مره ثانيه لفريق طلائع الجيش و12 15 وما زالت القصه معنا على شاشة قناة النادي الأهلي. نادي النسر المحلق حاليا في سماء الرياضة المصرية والإعلام الرياضي المتميز اللي بيدافع بقى عن كل ما هو حديث وجديد ويقدمه لنا داخل قناة النادي الأهلي المتميزة. أنس على الإرسال، إرسال عادي واستقبال كان خاطئ من عبد العال، هترجع سهلة في ملعب طلائع الجيش وتاني اهو استقبال بيلمها وبيسرع اللعب اشرف مع شبل. وبكده بقى هنبدا نقول بدا يقرب نادي طلائع الجيش، لازم ناخد بالنا من الكره الاولى وناكد عليها لان عندنا قوه هجوميه ولا اروع من كده تتمثل في لاعبي سنتر البلوك عادل وحليم او عبو ولاعبي الاطراف احمد سعيد واحمد صلاح وعبد العال، قوة هجومية مميزة. ولكن طبعا يلزم الكرة الأولى واللي بيلعب عليه النهاردة الكابتن إبراهيم فخر الدين هو أنه يبوظ الاستقبال من البداية. وأدي أنس إرسال سريع أيضا موجه على سعيد ولكن استقبال متقن وفي مركز أربعة وحائط صد قوي وفي صحوة موجودة داخل صفوف نادي طلائع الجيش وبيشجعوا بعض وقربوا من السكور قوي. هنشوف كده مع حضراتكم بقت النتيجة 14-15 فارق نقطة واحدة وما زال أنس على الإرسال من فريق أدي 14 أهو نادي طلائع الجيش 15 النادي الأهلي بعد تقدم أربع نقاط تقلص الفارق لنقطة واحدة. غير مطمئن طبعا ولكن بقى هتحصل صحوة أكيد داخل صفوف النادي الأهلي بوجود بدائل ووجود عناصر متميزة جدا. وادي لمس للشبكه بعد اتاك او هجوم من احمد جلال كان لوحده خالص على الشبكه ولكن بقى شوفوا خبره عبد الله عبد السلام رفع ايديه ان هو هيعمل بلوك وطبعا غير مصرح لانه من المنطقه الخلفيه خلى شويه احمد جلال يتلخبط ويضرب سن الشبكه. ومتشكرين منك يا احمد جلال وترجع النقطه للنادي الاهلي والتكنيكال تايم اوت الثاني 16 النادي الاهلي 14 طلائع الجيش. عارفين حضراتكم طبعا قصه بقى شعار النادي الاهلي اللي احتل في استفتاء طرحته صحيفه ماركا الاسبانيه لاختيار اجمل واكثر جاذبيه ل 50 شعار لانديه العالم. احتل النادي الاهلي المراتب الثلاثه الاولى ويعد هو الانجح طبعا ده طبقا لراي الجريده الاكثر شهره في اسبانيا وهي ماركا اللي بتضم طبعا بقى افضل الانديه الاسبانيه ريال مدريد وبرشلونه. بتقول ان النادي الاهلي انجح الانديه المصريه على الاطلاق ويعتبر النادي الاهلي من اكثر الانديه المصريه والعربيه والافريقيه شهره وبطولات في كره القدم وحصل على 20 بطوله قاريه ودي وضعته في المركز الثاني بعد ريال مدريد. وطبعا بقى شهره الاهلي بس مش شهره عربيه وافريقيه ومحليه ولكن ايضا شهره عالميه على دول اوروبا كلها بالاضافه طبعا الى ان كونه نادي القرن الافريقي وعميد الانديه العربيه والمصريه. احمد صلاح على الارسال جاب نقطه مباشره بارساله اللي فات وعدل السكور والنتيجه لثلاث نقاط. حاسين ان فريق الاهلي بيلعب مرتاح شويه ولكن طبعا مباراه الكاس ما فيهاش اطمئنان. و15 نادي طلائع الجيش 17 النادي الاهلي. متابعين اهو مع حضراتكم السكور والنتيجه وما زال نحس كده بعلامات القلق شويه من ميدو مصلحي مش للنتيجه ولكن خايف ان فرقته بقى تستسهل الاداء وتستسهل المباراه ولكن ملهاش كبير. وادي كده ضربه ساحقه من ايد احمد سعيد ولكن لسه بقى يا ابو سعيد ما شفناش الايد اللي من الحديد اللي بتضرب كور قويه ومؤثره في ملعب الفريق الاخر. رجع الارسال احمد سعيد بيروح كده يغير مركزه هيلعب شكله ارسال خططي فعلا لان السبايك سيرف ما مشيش معاه واستلم بقى احمد جلال وادي كره سريعه ولكن محمد معوض بتمكن واضح
واقتدار بيقف كده ويطلع كورته، وكره رالي وسجال بين الفرقتين وضرب خلفي، ولكن تروح فين يا انس؟ من حوائط صد قويه جدا من عبد العال ودوله، والاثنين قفلوا لك وضلموا لك الشبكه، ونقطه مباشره ايضا بتعدل النتيجه وتعدل الاداء. وشايفين بقى هو احمد سعيد رايح بينطط الكره كده على ايديه في علامه من علامات الارتياح اللي بتاثر كتير على نفسيه الفريق الاخر. ولكن بقى العبره بالنهايه ابو سعيد، وادي ارسال كان هيضيع ولكن استقبال جيد، وفي مركز اربعه راح كده تايسون لف في الهواء وضرب كره في الزاويه الحاده بنقطه مباشره. طبعا تايسون من ابناء النادي الاهلي ايضا، وكان في صفوف منتخب مصر في الشباب وحصل على مركز متقدم على مستوى الضاربين في العالم، وبعدها انتقل بقى من صفوف النادي الاهلي وقعد في نادي طلائع الجيش وحقق معاه مزيد من الانتصارات والبطولات. شبل على الارسال خارج الملعب في لقطه كده صعب ضياعها في المرحله دي يا شبل، بنلملم اوراق الشوط الاول، ولكن شبل كده برعونه شويه بيضيع الارسال، وبنقوله طبعا شكرا يا شبل على المساعده. وبيرجع دوله على الارسال، ارسال دوله سريع ومؤثر وممكن يحقق نقاط مباشره وفعلا، ولكن تايسون استقبلها، وفي مركز ثلاثه اللي مركز عليه قوي الدكتور الكابتن ابراهيم فخر الدين، ولكن اللعيبه لسه مش قادره تساعده. اشرف ابو الحسن انا حاسس ان الكره طالعه بطيئه من ايديه، عجزنا ولا ايه يا ابو اشرف؟ ولكن لا، ربنا يديك الصحه، من اكبر اللاعبين سنا قلنا في قلب الملاعب المصريه او في الكره الطايره بالاخص. وادي الدكتور سامح ظلام وادي تامر تايجر، وتكامل وتفاهم، وطبعا بقى احمد سعيد قاعد كده في الظهر بيعمل سكاوتنج، والكابتن جمعه، يعني تناغم ما بين الدكه اللي بتحمل بقى الجهاز الفني والبدلاء، وتناغم ايضا ما بين اللاعبين اهو شايفين، وتالف كده ما بينهم. وكان في حوار عبد الله عبد السلام بعد الفوز على الزمالك مع قناه النادي الاهلي، قال ان سر نجاحنا هو تفاهمنا وبنكبر لبعض، وان في كل واحد داخل الفريق هو كبير وقائد، وعشان كده بنسمع كلام بعضنا وبنسمع كلام الجهاز الفني وإدارتنا الحكيمة المتمثلة في الكابتن محمود الخطيب ومدير النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر. وتاني هو بيرجع بكرة كده في حائط الصد، ولكن زي ما قلنا الفارق مريح شوية لاعبي النادي الأهلي، فبيلعبوا على قد المباراة طبعا، ليس تقليلا من الفريق الخصم، ولكن هكذا هو البطل، هكذا هو صاحب الذهب في الدوري الممتاز وصاحب الذهب في البطوله العربيه، ولو كان في بطوله افريقيه كان يقدر ينتزعها ويعدل كمان مع الصفاقسي التونسي اللي كان الاهلي خلاص تسيد بقى افريقيا. وادي بقى بيطير احمد صلاح وبيضرب في الكره في الزاويه الحاده، صاحب اقوى ضارب في العالم في بطوله العالم في 2011، وقعد عليها فتره احمد صلاح، وكان ممكن ياخدها في 2015 لولا خطا في التقنيات واحتسبوا له كده كرات كانت خاطئه، ولكن هو اللي كان احق بيها واقدر طبقا للسكاوتنج اللي اتعمل، ورجعوا قالوا لا ده السكاوتنج ما كانش مظبوط، فاداها له في 2011 وكان يستحق، واتاخدت منه في 2015 وهو برده ايضا كان يستحق. وادي عبد العال تميز في الضرب السريع القوي من في حوائط الصد عفوا من مركز اربعه، ارسال مع عبد الله، وادي ميدو بقى هنا بيقول لهم نشد كمان، لسه الشوط ما انتهاش. وادي تامر مجدي او تايجر، ارسال عبد السلام قوي جدا ودانا طالعه من ايديه، ولكن بقى هنا بترجع سهله وعبد الحليم، وتاني دفاعات جيده من احمد جلال وترجع سهله في ملعب النادي الاهلي، هيشكل منها ازاي؟ وادي معوض، والمنطقه الخلفيه، الفتى الطائر صاحب اليد اللي من حديد، وجاي من بعيد قوي احمد سعيد، وبيطلع يطير في الهواء ويضرب الكره من على سن الشبكه كما الكتاب بيقول، ولد ضارب الامامي. وطبعا احمد سعيد جاي بقى من الشرقيه للدخان، ولكن هو من افضل الضاربين الموجودين في العالم حتى الان، ودخل في تصنيف الخمسه الكبار، وطبعا كل المستقبل ليه ان شاء الله، ويكون كده فتى الاحلام في النادي الاهلي. اشرف بيقلب كوره، ولكن بقى قديمه دي قوي يا اشرف، واللعيبه بتاعتك لسه ما فهمتش الكلام ده، انت محتاج بقى سناتر بلوكات واعيه شويه، وطبعا مش تقليلا من قوه الخصم، ولكن لسه الفريق بيعيد حساباته بيعيد تشكيلاته بيعيد تكوينه، بقاله سنتين، وطبعا تشريف
لنادي طلائع الجيش انه يوصل للمرتبه الثالثه في الدوري الممتاز، والمرتبه الثانيه ان خسر المباراه النهارده يوصل للنهائيات. ده طبعا تشريف ليه واقتدار، وطبعا بقى بيحسب لابن من ابناء النادي الاهلي الكابتن ابراهيم فخر الدين. نرجع تاني للجنه المؤقته اللي انهت مشكلة مرتبات الحكام في البنوك، وعملت بقى حسابات ليهم وهيروح على طول ياخدوا مستحقاتهم إن شاء الله من البنوك، ودي بقى حاجة كانت فعلا عاملة صداع في داخل أروقة الاتحاد، وكانت بتقلل شوية من الجهد اللي بيبذل في اللعبة، ولكن بقى أبناء الكرة الطايرة المخلصين بيستحملوا كل حاجة، وفي الآخر طبعا اتكللت جهودهم بقرارات حاسمة للكابتن أو الدكتور سامح حمدي ابن من أبناء النادي الأهلي أيضا، نادي القرن، نادي النسر المحلق عاليا في سماء الرياضة المصرية، وأصدر تعليماته بلوائح بقى جديدة تنظم العمل داخل الاتحاد، وهي مستمدة تماما من لائحة الاتحاد الدولي. وطبعا هو ده الصح، ان مش كل حد يحط لائحة على الأهواء، ولكن طبعا الراجل بقى حسم الأمور دي كلها وعمل جمعية غير عمومية هتنعقد في 21 أكتوبر لأخذ الرأي على اللائحة الجديدة. وطبعا انتهاء الموسم زي ما قلنا بكل درجاته برضو يحسب للدكتور سامح حمدي واللجنة الموجودة بقيادته، وكلهم من أبناء الكرة الطائرة واللي تميزوا في المراحل الأخيرة في كابتن أو المهندس أيمن خليفة غزلان، والدكتورة نادية رشوان، والكابتن سامي إبراهيم، والكابتن إيهاب عزمي، وكلهم من أبناء الكرة الطائرة باختلاف انتماءاتهم. وأدي بقى تشريف لينا كلنا حضور بيبو للمباريات النهائية. طبعا هو ابن من أبناء النادي الأهلي، مخلص للنادي الأهلي، بيحضر كل الفعاليات، بيؤازر لاعبيه، بيؤازر أبنائه، بيديهم كل الدعم، وفي الآخر بيحصد الذهب، واللي تحول النسر داخل عالم النادي الأهلي لنسر ذهبي ما شاء الله من كتر البطولات الذي حصل عليها النادي الأهلي في الفترات الأخيرة، وهنسردها كده مع حضراتكم في أي توقف. ولكن بنستعد بقى لبداية الشوط الثاني بعد تألق وتميز للنادي الأهلي في الشوط الأول. ما زلنا مع حضراتكم في انتظار مراجعة دورانات الفريق والرجوع إلى الشوط الثاني، ونجم الفريق بقى عبد الله عبد السلام بياخد مننا كده الكادر النهارده، هو بفضل رفعاته المتقنة اللي قدر ينوع بيها ما بين الضرب السريع ويثبت كده حواط الصد لنادي طلائع الجيش، وينوع على أطراف الملعب، ولسه حتى الآن ما استخدمش كل أسلحته زي ما بنقول ميدو مشلحي وتامر تايجر وجمعة متألفين جدا ما شاء الله، وبيلعبوا كده ما نقدرش نقول على قد المباراة، لأن مباريات نهائيات الكأس بتشمل المفاجآت، ولكن الراجل شعارهم النهاردة هو احترام الخصم بصورة كاملة وتقديم ما يميز النادي الأهلي دائما، وهو حصد البطولات. عبد الله عبد السلام بأول إيس في الشوط الثاني، والإيس حاضر داخل أرضية نادي الصيد بستة أكتوبر، اللي كل الشكر والمجهود طبعا اللي بذل من الكابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد والكابتن أشرف الفار، وكل التهنئة للنتائج الإيجابية اللي بتحقق في الفترة الأخيرة لنادي الصيد فرع أكتوبر أو فرع الدقي أيا كان، هو كله بينتمي لنادي الصيد. كرة عابرة للقارات من أشرف أبو الحسن من منتصف الشبكة المركز 4، بتتدرب على طول من عصران في إيد حائط الصد، وبيمتلك قدرة على الوثب عالية جدا عصران ما شاء الله، ومن أسرة رياضية أيضا لثلاث إخوات بيلعبوا كرة طايرة. عمر نجيب أو تايسون بيرجع الإرسال، بيلعب إرسالات قوية مع الوثب، عمر لسه ما ظهرش في الاداء والاجواء حتى الان، وارسال كده بياخد الشبكه واستقبال جيد، وادي بيعكس الملعب بالاصابع الذهبيه لعبد الله عبد السلام الفتى الاسمر داخل الصفوف الحمراء، واللي بياكد بقى ويقول مفيش معد خلاص يقدر يعمل اللي بعمله، حافظ فرقته جدا، بياخد تعليمات مدربه وينفذها باتقان واقتدار، وطبعا معاه بقى حسام يوسف ايضا بيميز داخل الصفوف بطول القامه والاصابع الذهبيه ايضا، وهو ده النادي الاهلي اللي بيمتلك العديد والعديد من عناصر الاجاده والتالق. وادي حائط صد بيلعب على التاتش، ولكن تمركز جيد من احمد، وادي ابو صلاح طلع كده الكره كانت وراه ضربها بطريقه الهوك وترجع تاني، ولكن دوله بيلم، وادي عبد الله بالعين الصقر
اللي بيبص وادي شوفوا هنا جمعه انفعل مع الكوره، كان سنتر بلوك ملوش حل كابتن جمعه طبعا، وكان بقى في الاوقات بتاعته كان بياخد الكور دي على طول، وعشان كده قام ووقف كان بيلعب على ايدين بقى ماجد مصطفى، والناس دي كانت متالقه جدا وبتلقط له الكوره كده. ولكن بقى عبد الله عبد السلام مميز عن كل جيل والاجيال السابقه بما شاء الله بطول القامه، وبيضرب ارسالات وضرب ساحق ولا اقوى ضريب، ربنا يحفظه يا رب. وادي اشرف بيعكس كوره ودفاعات جيده وتتلم تاني من معوض، ترجع سهله الملعب نادي طلائع الجيش، و في منتصف الشبكه ودربكه كده بنقطه مباشره لنادي الطلائع. بيحاول اشرف يشجعهم يلم كده من الصفوف عشان ما تسفرش عن اتساع الفارق، وادي ابو صلاح هنا بخبرته بيحط الكره سهله كده على رجل الحكم عشان بس يوقف الدنيا شويه. ارسال محمد عفيفي ساقط وبيلمه على طول عبد العال، وادي احمد صلاح كوره قويه جدا بدفاعات جيده من نادي الطلائع، هترجع سهله من تايسون وبيلمها على طول عبد العال، وهتتقلب فين لدوله، دوله اللي بقى ياخدوا الكور خلاص من على خط التلت حفظهم فيها عبد الله وبيلقطها كده في سنتر الشبكه كوره متر، بيطلع على طول دوله او عبد الحليم ما بيكدبوش خبر ويضربوا من ناطحات السحاب الاهلاويه من فوق السطوح من الدور العاشر، ويضربوا كور قويه جدا بنقاط مباشره. نهائي ممتع، نهائي الكاس، بنشكر عليه كل القائمين بالعمل بدايه من الاتحاد المصري والدكتور سامح حمدي ابني من ابناء النادي الاهلي البار وله علامات في الكره الطايره، ونهايه بعمال الملاعب اللي ظاهرين لينا الصوره بانظف واجمل ما نرى في الملاعب المصريه. وادي عصران راجع الارسال، وطبعا وجهنا الشكر لرئيس نادي الصيد كابتن محسن طنطاوي. النتيجه متقاربه حتى الان، نقطه هنا ونقطه هنا، ولكن في تميز وفرق واضح في الاداء، وهل بقى هيفضل نادي طلائع الجيش محافظ على النتيجه بنقطه لنقطه عشان يقرب شويه ويحاول يكسب الشوط الثاني؟ ولكن انا شايف بقى في اخطاء بالجمله داخل الصفوف يجب تصليحها من الكابتن القدير ابراهيم فخر الدين. ارسال مع النادي الاهلي مع احمد صلاح من اسره رياضيه بالدرجة الأولى، الأخ الأكبر هشام صلاح لاعب بنادي الشرطة والنادي الأهلي سابقا، الأخ الأصغر محمد صلاح لاعب بالنادي الأهلي والعديد من الأندية بعد ذلك، ثم ياسر صلاح لاعب بالنادي الشرطة ثم النادي الأهلي، وختاما بقى المدرب العام لفريق الأول الأنسات مساعد لكابتن حمدي الصافي، وختاما بقى مسكوه ختم كان أحمد صلاح أقوى لاعب في العالم 2011 وما زال قادر على العطاء وما شاء الله ربنا يحميه، وأيضا ليهم اتنين ولاد عم بيلعبوا برضو في الكرة الطايرة كان حسام وسامح، والاتنين كانوا مميزين، يعني أسرة محبة وعاشقة للكرة الطائرة وكلهم يعتبروا من أبناء النادي الأهلي. يرجع تاني أبو صلاح على الإرسال. ساعات بيلعب الإرسال بمكر كده يعمل باندا وينزل في قلب الملعب بيبقى شكله جميل قوي، فقال بقى يا صلاح هتلعب ارسال قوي مع الوزن، وقوي فعلا، ودانا بقى طالعه من ايديه وعصران كده بيلمها بدون وعي شويه، ولكن بقى ضرب ساحق عشوائي بتنزل في نقطه مباشره للنادي الاهلي. ما زال الجيم في الشوط الثاني مقفول. جلال على الارسال، اختفى جلال في الشوط الثاني، ارسال فلوتر موجه ولكن استقبال جيد من عبد العال، وادي كوره بتتعكس لاحمد صلاح لسه بنقول عليه وطرف الهوا احمد وتسلم ايدك يا ابني، ونقطه مباشره للنادي الاهلي. في مشكله في اداء مهاره الارسال في نادي طلائع الجيش، بيلعبوا ارسال فلوتر ولكن على الاصابع للمستقبلين، وده بيسهل شويه من الارسال، ولكن طبعا اكيد تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين لازم الارسال يتلعب على مهاره البجر عشان يبقى صعب شويه زي ما بيعمل كده. بص النادي الاهلي بيلعب على الايد من اسفل، وفي هنا ملامسه ولا ايه، وفي انسايد هنشوف، ولكن بيشير كابتن وليد الخشن لخارج الملعب، والتكنيكال تايم اوت او الوقت المستقطع الاول، وتقدم للنادي الاهلي 8-4 دبل سكور، بدا يتسع الفارق في النتيجه.
قلنا مع حضراتكم ارتباط شعار النادي الاهلي منذ تاسيسه في 24 ابريل 1907 على يد العديد من كبار الشخصيات الوطنيه في مصر، وفي العديد من القصص والحكايات عن شعار النادي الاهلي وتطوره على مر الزمن وارتباطه بقى بالحركه الوطنيه المصريه. وطبعا كان بقى في كتاب الناقد الرياضي حسن المستكاوي اللي كتبه عن النادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي استمد شعاره الاول من لون علم مصر، وقد كان اللون في الفترة دي أو في العالم العثماني في فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان بيتوسطه الهلال، وكانت التيشيرت للنادي الأهلي بداية كان أحمر وفيه خطوط بيضاء مقلمة بالطول، ثم تغير بقى نص أحمر ونص أبيض، وبعد كده تغير تماما في بداية العشرينات للون الأحمر، وأدي عصبية هنا ملهاش لازمة يميده الدبل سكور، وأدي خطأ من الحكم ولكن ممكن يدينا عليها إنذار ولفت نظر ملهاش أي لازمة. مهما كان اللقاء والاجواء انت راجل متمكن، وادي هنا الكوره بيعدل قراره تاني، وعصبيه مبرره من محمد مسلحي او ميدو مسلحي الاخ الاصغر لكابتن هاني مسلحي ابن من ابناء النادي الاهلي ايضا. وادي اشرف ابو الحسن بقى بخبراته بيحاول يؤثر على الحكم الاول ويقول له انت غلطت في الاشاره، ادي اجيم بول، ولكن هي الاشاره كانت واضحه وخطا بس في الاتجاه. احمد سعيد رجع على الارسال سريع، استقبالات متقنه من جلال، وفي مركز اربعه باسقاط ملوش اي لازمه يا تايسون. وادي عبد الله بيشد كره عابره للقارات باسقاط ايضا من عبد العال، وترجع تاني برالي كده ودربكه في الصفوف وخارج الملعب يا تايسون، ولكن في ملامسه لحوائط الصد بيزعل عليها اهو ميدو مسلحي ولا ايه، ولكن لا خارج الملعب. عشرة اربعة اتسع الفارق كثيرا، وتاكيد ليه فعلا ملامسه لحوائط الصد قلنا عليها. ترجع الكوره لنادي طلائع الجيش، ورشاد شبل ابن من ابناء نادي الطيران وانتقل للعديد من الانديه الزمالك ثم نادي طلائع الجيش، وبيلعب كده كوره سريعه واستقبال متقن ورائع، وكوره في مركز اربعه بدون تغطيه من الدفاعات المنخفضه، وفي كده وقع عبد العال ولا احمد سعيد ده نشوف، وسلامات وقام الحمد لله بالسلامه احمد سعيد، وكان عبد العال اللي ضارب كورته. ما زال الإرسال مع شبل، وبدأ الفارق في النتيجة أو في السكور يتقدم، وكان ممكن يبقى أوت، ولكن لما أحمد سعيد وأدي في مركز أربعة واختار البديل عبد العال يضرب خارج الملعب، مش وقتها تماما يا عبد العال. وفي إيه بقى، في لمس شبكة ولا ملامسة لحوائط الصد، وفي اعتراضات كتير بدأت تظهر كده على الحكم الأول والحكم الثاني، وبيحسب أهو بيقول له لمس شبكة وبيشاور على المتسبب في لمس الشبكة، وهدوء منقطع النظير من كابتن ابراهيم فخر الدين، طبعا مدرسه وتربيه داخل صفوف النادي الاهلي. عبد الحليم عبوا على الارسال. فلوتر برضو مع الوزب وموجه باستقبال جيد من احمد جلال ومنتصف شبكه لكن ضعيفه قوي من محمد عفيفي، وترجع تاني لتايسون بيحط اسقاط وبيلمها احمد صلاح، ومنطقه خلفيه بيطير احمد سعيد وبيقول لهم لموا كورتنا الكره جايه سهله، ولكن بقى حائط صد متقن المره دي من عفيفي مميز في حوائط الصد، لكن الضرب بتاعه ضعيف شويه من منتصف الشبكه، وده الفارق لثلاث نقاط حتى الان في الشوط الثاني بعد تفوق وتالق في الشوط الاول. اشرف ابو الحسن على الارسال. نهائي كاس ممتع حتى الان يدل على الاجواء والتمكن من الفرقتين. اشرف ابو الحسن بارسال ساقط كده ولكن استقبال جيد وقريع على طول محمد معوض، وضربه ساحقه بدفاعات جيده ايضا من ليبرو الفريق يحيى موسى، وترجع تاني خارج الملعب بغرابه شديده برجوع كده للكوره بعد دفاعات قويه من نادي طلائع الجيش. وادي بقى علامات الحيره، هعمل ايه مع الفرقه دي ولاعيبتي ما بيسمعوش كلام والمهارات شويه قليله، ولكن الراجل فعلا لغايه دلوقتي بنشكر الكابتن ابراهيم فخر الدين، قدم لنا فريق في سنتين قادر انه ياخد ثالث الدوري وتاني الكاس في حاله خسارته النهارده من منافسه او من المنافس التقليدي على مر ثلاث اعوام سابقه، الاهلي ونادي طلائع الجيش في نهائي الكاس. وادي بقى القدرات الخططيه لفريق نادي الاهلي وتاخير من احمد سعيد وبلوك كده اي حاجه باي لك، بيرجع تاني لاحمد صلاح وضرب في الشبكه، وقلنا الفرقه بتلعب على قد اللقاء، ولكن مباريات الكاس ما ينفعش فيها الكلام ده، واكيد كابتن ميدو مسلحي هينبههم، وده الفارق النقطتين، وخلي بالك ما تخليش الخصم يقرب منك لان المباراه ممكن تكلكع معانا، ولكن بقى هنشوف خبرات ونجاحات فريق النادي الأهلي.
نستغل كده ونكمل مع حضراتكم قصه الشعار اللي قعدت واتغيرت على مر ثلاث شعارات منذ تاسيسه من 1907 على مر 113 عام. وادي بيبو بقى جه كده على سيره النجم المحلق والنسر المحلق داخل الشعار، واللي كان بدايه في 1952 وارسال ضايع ملوش اي لازمه من تايسون. ولكن نكمل معانا قصتنا، واستمدت الوانه زي ما قلنا في بدايه العشرينات او في اوائل العشرينات من اللون الاحمر مع خطوط بيضاء بالطول، ثم نصف احمر ونصف ابيض، ثم اصبحت حمراء فقط لانه لون العلم المصري في تلك الفتره اللي هي فتره ارخديه وعباس حلمي. وتم تصحيح الشعار لنادي الاهلي من قبل عضو النادي شريف بيك صبري، كان هو اللي صممه، وكان عباره عن شكل بيضاوي مزين بتاج الملك وقت ذلك، والطرف العلوي والطرف السفلي مكتوب فيه النادي الاهلي، وفي الوسط كان النسر المحلق رمز للقوه والتحفيز والاصرار. ولكن بقى بعد ثوره 52 اللي تم تغيير فيها النظام الملكي الى نظام جمهوري اتشالت على طول كلمه الملك والتاج، وظل اسم النادي الاهلي حتى 2007 ليتم بعد ذلك اطفاء بعض التغييرات عليه في الاحتفال بالمئويه اللي طبعا احتفى بها النادي الاهلي، وغير شكل النسر واضاف اسم الاهلي بالانجليزيه وسنه تاسيسه، وضم اضافه عباره نادي القرن لانه بالفعل نادي القرن بناء على بطولاته ونجاحاته داخل الرياضه المصريه عموما. ودي كانت قصتنا مع شعار النادي الاهلي منذ تاسيسه في 1907، ودربكه كده في صفوف فريق نادي طلائع الجيش، وادي التاخير والرؤيه الخطيه اللي بنقول عليها لكابتن ميدو مصلحي واللي قالها اللاعبيه، وايضا رؤيه خططيه لنادي طلائع الجيش، وكره هنا بتنزل كده داخل الصفوف فعلا. وهنا بقى علامات دهشه كده من ميدو مصلحي، لازم يستغل التشانس بول او الكور اللي جايه سهله ويهاجم هجوم قوي يجيب نقط مباشره، ولكن بلاش الرالي ده، وبالاخص لما النتيجه تقرب وراجع عصران على الارسال. تغيير مهم عمله كابتن ابراهيم فخر الدين داخل صفوف النادي طلائع الجيش بنزول محمد عصران رقم 4 ضارب من مركز اربعات كروس مع احمد جلال، ولكن بيلعب عصران بقى في اتنينات المره دي، هو بيخلي عصران كده قاعد بره جاهز لاربعات او اتنينات للي حسب الحته اللي تقع عنده، وده تفكير سليم 100% من القدير ابراهيم فخر الدين. ولكن ارسال غريب الشكل، وشايفين اهو على طول الكاميرا بقى بتتكلم معانا وبتجيب على طول لقطه للقدير ابراهيم فخر الدين ابني من ابناء النادي الاهلي، وطبعا هو ما فيش في ايديه حاجه، مش هينزل هو يلعب المباراه، ولكن تعليماته وتشكيلاته صحيحه 100% باقي تنفيذ اللاعبين. وادي بقى محمد عبد المنعم بيشركه كده ميدو مصلحي داخل اللقاء والاجواء، وبيريح شويه عبد العال، وارسال قوي من احمد صلاح يعمل ملامسه لاجساد لاعبي نادي الطلائع، ونقطه مباشره وتهنئه من القلب من رفيق الكفاح محمد مصلحي اللي اشتغل كمساعد لفترات طويله مع الكابتن ابراهيم فخر الدين، والنهارده بقى التلميذ بيثبت لاستاذه ان الامكانيات والقدرات المؤفره اليهم بتفرق جدا في الرياضه المصريه، والنادي الاهلي قادر على توفير كافه الامكانيات بفضل اجهزته الفنيه القديره وبفضل ادارته متمثله في الكابتن محمود الخطيب والساده اعضاء مجلس الاداره اللي بيرعوا الرياضه داخل النادي الاهلي وبيرعوا ابناء الوطن كلهم. مفيش لاعب في مصر، مفيش مدرب في مصر مش عايز يدخل اروقه النادي الاهلي، وادي بقى هنا تاكيدا لكلامه اهو ومصداقيه لان النادي الاهلي نادي بطل بيلعب البطوله واحترام الخصم وبيلعب بكفاءه واقتدار، واحمد صلاح طرف الهوا، لكن المره دي خدتها من تحت شويه ابو صلاح خارج الملعب. ما زال في الحديث بقية، وما زال ميدو مصلحي لم يطمئن ولم يسجد سجدة الشكر إلا بعد نهاية الشوط الثالث والفوز باللقاء. قدامه خصم ليس بالسهل، خصم في بدايات تكوينه منذ العام السابق، ولكن ما زال ينقص العديد من الخبرات. مثلا زي كده احنا شايفين كرة على الإرسال وفي رالي والكرة ليك تضيعها بسهولة، مع العلم إن الإرسال ما فيهوش أي ريسك أو أي مخاطرة. وطبعا بقى بيحاول الكابتن ابراهيم فخر الدين يثقل لاعبيه، ولكن طبعا الخبره دي ما بتجيش بالساهل وما بتجيش غير بالمواقف، وهيتعلمها امتى اللاعب وهو في الفيرست دلوقتي ولا قبل كده. طبعا الكابتن ابراهيم بقى بيحاول يديهم كده تجاربه وبيحاول ينقل لهم خبراته، وده اللي وصلهم لنهائي الكاس بعد تألقهم وفوزهم مع نادي الاتحاد اللي ظهر كده من جديد
في ثوبه الأخضر نادي الصغر، ودخل فيها النهائيات مع الكبار بعد خروج سموحة وخروج العديد من الأندية اللي تعتبر في الكرة الطائرة أندية كبيرة، واحتلال نادي الزمالك بنبارك له على المركز الثالث. وطبعا بقى مزيد من الانتصارات إن شاء الله مستنية النادي الأهلي، ومزيد من التألق داخل الصفوف. كابتن وليد الخشم بيستأنف اللقاء. أحمد سعيد على الإرسال، ارتياح على أوجه لاعبي النادي الأهلي، وإرسال كده موجه ولكن استقبال جيد، وضرب سريع خارج الملعب، وذكاء من عبد الحليم بيقفله مساحات الملعب كلها ويسيب له بس الحتة اللي خارج الملعب. وأدي بقى هنا علامات كده استغراب من الكابتن إبراهيم، حاسس إن لعبته خارجة بره اللقاء شوية وراحت بقى تفكر في حاجة تانية ولا إيه، ولكن مش بينفذوا تعليماته، وما زال اللقاء مستمر، وما زالت المنافسة، وما زال التألق والوضوح والدفاعات القوية داخل صفوف النادي الأهلي. وأدي كرة بيعكسها، وأدي حوالي صد أيضا، عبد الحليم مش عايز يفوت حاجة، عيب وعايز ياخد كل كرة ما شاء الله، وهيستنى هو طلع ليه السريع، ولكن المرة دي تعدي يا عيب، وباقتدار كده من نادي طلائع الجيش، ونقطة مباشرة وهدوء فظيع من الكابتن إبراهيم، عارف إمكانيات فريق النادي الأهلي وعارف إمكانيات فرقته، وبيحاول ويحاول، وهل بقى هينجح ولا النادي الأهلي طبعا عنده الكلمة العليا كالعادة والفوز بالذهب. اسقاط كده ودربكة، ولكن بيلمها شبل على طول، وكرة دبل يا أشرف باينة من هنا بقى، وإحنا بنزيع وصوتها سامعينه، وكبرنا ولا يا أبو أشرف، ولكن طبعا تاريخ وعمر كبير داخل الملاعب المصريه بينهي اشرف داخل صفوف نادي طلائع الجيش، ولا هل يا ترى هيعود تاني للزمالك؟ مش عارفين بقى اشرف هيودينا لفين بعد ما شاء الله 45 عام داخل الملاعب. وادي هنا ارسال من عبد الحليم، واشرف ابو الحسن وقلب الكوره، وكره كده اي حاجه في ايد حائط الصد بنقطه مباشره، وانس قعد بره خلاص وركب الملعب دلوقتي محمد عصران من مركز 2. وادي هنا كده بقى حديث ما بين مسلحي وايمن الذهبي، وكره خارج الملعب هتزعل الكابتن ابراهيم فخر الدين، واكيد هتجن عليه الكاميرا كده، ونشوف بقى علامات الدهشه والاستغراب ومزيد من الدهشه والاستغراب بعد ضياع نقاط حيويه ومفصليه داخل الشوط الثاني. عبد الله عبد السلام في اللفه الثانيه للفريق، وتفوق وتالق في النتيجه والاداء، ولكن خارج الملعب ايضا، ولكن يغفر له ان الارسال ملعوب بقوه واقتدار عالي جدا وبوزب عالي وضرب ساحق، ولكن خارج الملعب. ما زال الفارق 5 نقاط، 19 الاهلي 14 طلائع الجيش. بيرجع تايسون على الارسال، وزي ما بنقول دي اللفه الثانيه برضو لفريق نادي الجيش، خسر كتير قوي في اللفه الاولى 19 نقطه. وادي كره بتنزل مباشره ما بين معوض وما بين سعيد، معوض بقى هيبدا يشيل الكرات دي، هيريح سعيد شويه. يجي الفارق ل4 نقاط، وما زال تايسون على الارسال، ارسال عالي قوي يا تايسون، ما يجيبش حاجه مع معوض، وضرب ساحق وسريع ولكن خارج الملعب. عادل كده كان عايز يحط الكره في مركز 1، ولكن يخونه فيها التوفيق والحظ، وبيعتذر اهو لجهازه الفني ولعبد الله عبد السلام اللي رفع كره جميله جدا، وقت مستقطع في وقت حيوي جدا لميدو مصلحي بعد تاخر كده او بعد تقليص الفارق ل3 نقاط فقط. يا ترى بقى تعليماته هتكون ايه؟ هتكون لازم نكمل بنفس الكفاءه اللي بدانا بيها، نوسع الفارق اكتر عشان ما نسيبش مساحه للفريق الاخر باللحاق بينا، هنحاول بعد مكان 5 نقاط بقى 3 نقاط، لا خلي بالكم في دلوقتي مرونه شويه بتلعبوا بيها او رعونه شويه، لا اكمل للاخر، ما نضيعش الهجمات بتاعتنا بالصوره خارج الملعب، لازم نجيب نقطة مباشرة بالكرة بتاعتنا، ودي كلها تعليمات بقى ولسان حال ميدو مصلحي اللي لعبته. وادي هنا نقاش ما بين الدكتور سامي حمدي والكابتن بيبو، وتوضيح كده لبعض النقاط داخل أروقة بقى الاتحاد، وازاي اشتغلنا في ظل جائحة كورونا. وادي كور بقى فيها دبل كتير ولا ايه، ولا انا بتهيألي، والمعد رقم 2 امين ايهاب هو اللي في الملعب، لاعب من الناشئين، وهنا كده بتاخد الرقفه شويه الكابتن وليد الخشن وما بيحسبش كاري عليه، شايفين اهو كابتن ايمن الدهبي اكيد بيقول له الكره دي دبل. ما زال تايسون في تقليل للفارق
ما زال على الارسال، وارسال سريع واستقبال غير متقن من سعيد، ومحمد عبد المنعم وكره خلصانه بالشياكه من مركز اثنين، تخترق حائط الصد وتنزل في مركز سته اللي المفروض حائط الصد قافلها، ولكن بقى محمد عبد المنعم خبرات ولا اروع من كده داخل صفوف النادي الاهلي. على الارسال عبد المنعم 20-17 فارق 3 نقاط. هل تؤهل الثلاث نقاط النادي الاهلي للفوز بالشوط الثاني؟ ولكن منعم قال لي لا استنى انا مضيع الارسال وهقلل الفرق لنقطتين وادخل نادي طلائع الجيش في الحوار اكتر واكتر، ولكن بقى مستنيين انهاء للشوط الثاني ودخول كده في المنعطف الاخير او الشوط الثالث. ارسال لطلائع الجيش، محمد عفيف في سنتر البلوك، وارسالات ضايعه كتير غير مبرره وغير متقنه وليس لها داعي، وطبعا بقى لازم تبقى علامه استفهام كده مع نهائي الكاس. اللعيبه خلاص خرجت كل الباور اللي عندها والتركيز والاتقان، وادي وقت مستقطع بيطلبه اكيد الكابتن ابراهيم فخر الدين يقول للعيبه يعني الارسالات اللي بتضيع دي ايه، وادي بقى محمد بخيت المساعد معاه ولسان حاله بيقول برده الارسالات دي ملهاش اي مبرر للضياع، ومعاهم بقى هاني فكري مدير اداري ومحمد بخيت مدرب عام ومحمود الوزير مساعد مدرب والدكتور احمد مسعد ابو زيد طبيب وايهاب طنطاوي علاج طبيعي ومحمد عبد المحسن مخطط احمال وهاني السيد اداري عبد البحراوي محلل تقني محمد طاهر اخصائي تدليك رمضان او روميو للمهمات ويرأس الجهاز العميد محمد صادق رئيس الجهاز في نادي طلائع الجيش. كل الحب والترحاب بفريق الجديد الذي يقدمه نادي طلائع الجيش داخل منافسة على كاس مصر وبعد احتلال المركز الثالث في الدوري المصري. ارسال سريع من دولة واستقبال غير متقن من تايسون، وكرة في مركز فين دي راحة فين، لكن طبعا بنشفع بقى للراجل المعد اللي نزل مكان أشرف أبو الحسن، نازل مكان قامة وقيمة وعمر 45 سنة وأمين إيهاب كده من اللاعبين الناشئين اللي خدوا على طول الكابتن إبراهيم فخر ولعب بيه مع أشرف أبو الحسن، ولكن محتاجين بقى إعادة ترتيب في المسألة دي وفي نقطة المعدين بالأخص، عندنا معد 45 سنة وعندنا معد لسه ناشئ، فطبعا هل بقى هيكون على مستوى الكفاءة والاقتدار؟ وأدي ملامسة لحوائط الصد في إيد أحمد صلاح وبيعتذر أيضا عنها وبيضيء الفارق لثلاث نقاط 19 طلائع الجيش 22 الأهلي. اللذيذ والطريف بقى في كلا الفرقتين ان الاثنين اللي بيقوموا بالسكاوتنج سواء في نادي طلائع الجيش وهو الكابتن عبد البحراوي والكابتن احمد سعيد، الاثنين كانوا من نادي واحد ولعبوا لنادي الشرطه، وكنت سعيد جدا بتدريبهم هما الاثنين، ودي لافته بس كده على سياق المباراه وعلى جانب المباراه، والاثنين من ابنائنا وهي دي هدف الرياضه المصريه ان احنا كلنا نجتمع بكل الحب والود ونرجع تاني للقاء، واللي بقى فيه دفاعات قويه ومتميزه واسقاط كده ملوش اي معنى بنقول اهو للبديل اللي نزل عمرو تامر رقم 20، وشايفين توليفه جديده لنادي طلائع الجيش بيلعب قدام النادي الاهلي بطل القرن ونادي القرن ونادي النسر المحلق عاليا في سماء الرياضه المصريه وقناته قناه الاهلي او النادي الاهلي، القناه المميزه، القناه اللي غيرت وجهه الاعلام الرياضي ليس في الصعيد المحلي فقط ولكن على المستوى العربي والافريقي، قناه بتعد من اولى القنوات المصنفه داخل الاعلام الرياضي، وشايفين بقى المتعه في الاداء والتصوير والاخراج وكل شيء على ما يرام، والحمد لله بنخرج دائما باحسن صوره امام الراي العام وامام جمهورنا الحبيب. عايزين نفتكر مع حضراتكم كده الجيل القديم بقى للنادي الاهلي وايام منتصف الخمسينيات في اول بدايه لمسابقه الدوري المصري، وكان فريق النادي الاهلي في ذلك الوقت كان بيقوده كابتن ايمن سميح في 1955، واللاعبين كان طبعا مع حفظ الالقاب سيد مصطفى وسامي السباعي ويوسف مصطفى وزكريا مرجان وعبد الخالق وهبه وماجد منظور، ودي من اولى الاجيال اللي كانت موجوده داخل صفوف النادي الاهلي مع انطلاق اول دوري لمسابقه الدوري المصري في 1955، وكان الموسم الاكثر تميز في ذلك الحقبه موسم 1966-67 اللي استطاع فيه النادي الاهلي بالفوز باول بطوله دوري، وكان الفريق بيضم الدكتور عمرو علواني وبرده مع حفظ الالقاب عبد الخالق وهبه وعدلي مصطفى وعبد الرحمن الوكيل وفؤاد عبد السلام ونبيه صلاح وايمن غزلان وعادل عبد المقصود وتوفيق شهاب ومحمد الشريف ونزار الزين وعيد عبد الملاك،
وده كان بيدربهم كابتن عبد اللطيف ابراهيم، وكان مدير الفريق او المدير الاداري سيد مصطفى، ومن الاجيال الذهبيه، اول ميداليه ذهبيه واول بطوله دوري تدخل النادي الاهلي. نرجع تاني للاجواء، واحمد سعيد لسه ما اشتغلش ولكن عمل ارسال وادي تعليقه حلوه اهو، ولكن الكره بالكامل كانت معديه وفي لمس شبكه من اللاعب امين ايهاب بيشير اليها وصافره انتهاء الشوط الثاني 25-20، وما زال في الحديث بقيه مع الشوط الثالث، هل هيرمي الكابتن ابراهيم فخر الدين باوراقه البدلاء داخل الصفوف ويكتفي بالتشريف والتأنق كده في المركز الثالث للدوري والمركز الثاني في الكاس، ولا هينزل تاني الأساسيين ويحاول بقى يثقلهم ويديهم بقى خبرات وثقافات تتعب شوية فريق النادي الأهلي؟ وعلى النقيض هنلاقي النادي الأهلي مازال متمسك ومازال محافظ على الصدارة بفضل تشكيلات هجومية وتشكيلات في حوادث الصد وصانع ألعاب ذو خبرة عالية. مثبت تشكيله الكابتن ميدو مسلحي، ولكن نزل كده عبد المنعم شويه بعد عبد العال ما وقع في كورتين وخاف عليه على طول ميدو مسلحي، وكان شايل الاداء عبد العال ما شاء الله الماتشات اللي فاتت كلها. وادي مجلس اداره النادي الاهلي بتشريف الكابتن محمود الخطيب، ما بيسيبش مباراه في النهائيات ما شاء الله لما بيحضرها، بيؤازر لاعبيه ويؤازر ابنائه، يعطيهم التعليمات و يصفهم بكل الصفات الحميدة قبل المباراة، طبعا بيديهم الباور بقى والطاقة والقدرة على المواصلة. وادي حسام اللي بنقول عليه، وادي قطب كمان نجم من نجوم النادي الاهلي، وهنقول لحضراتكم الموسم اللي كان اكثر تميز قلنا في العهد القديم في 66-67، وهنيجي بقى الموسم او الاميز على الاطلاق في صفوف النادي الاهلي وهو موسم 95-96، واللي فاز فيه النادي الاهلي في اول رباعية في تاريخه بطولة دوري، بطولة كاس، بطولة افريقيا ابطال الدوري، بطولة افريقيا ابطال الكاس، ودي كانت اول رباعية تدخل النادي الاهلي بالاضافة الى فضية في البطولة العربية بعد الخسارة من الاهلي السعودي. وطبعا بقى هنشوف النادي الاهلي كمان على بطولات العالم، شارك 3 مرات في بطولات العالم للأندية اعوام 2010 و2011 و2015، وتأهل عام 2003، ولكن بقى الاتحاد الدولي الغى البطولة وقتها لتعثرات مالية. وفي عام 81 فاز النادي الاهلي بالبطوله الافرو اوروبيه، ودي كانت الاولى من نوعها والنادي الوحيد العربي والافريقي اللي اشترك فيها، وكانت في هولندا وكانت تجمع بين انديه اوروبا وبالتحديد من فرنسا وهولندا. وابرز اللاعبين في هذه الفتره كان الكابتن نور عطيه، كابتن محمود فرج، كابتن ابراهيم فخر الدين اللي قلنا ابن من ابناء النادي الاهلي واللي موجود في صفوف نادي الجيش بيدعم جهازه الفني وعلى راس الجهاز الفني، ورينج لوال طبعا اللي كان بقى في صفوف النادي الاهلي. نرجع مع حضراتكم واستئناف اللقاء والشوط الثالث اللي هيكون بقى مميز وهيكون شوط بطعم الذهب، منتظرين طبعا المزيد والمزيد من فريق النادي الاهلي. ما زال الحكم الثاني ايمن الذهبي الدولي، ايمن الذهبي، يراجع دورانات اللاعبين. اشرف ابو الحسن بدايه على الارسال، انا شايف كده تشكيله بقى في الشوط الثالث هيحاول يستخدمها كابتن ابراهيم، بيطلع بالشوط ده ولا ايه؟ ويحاول كده ياخر التاهل وياخر الفوز بالذهب للنادي الاهلي ولا هيعمل ايه؟ هنتابع ونشوف مع حضراتكم. وادي اشرف ابو الحسن وارسال مسقط على عبه عشان يوقف السريع، وكره من احمد صلاح ما بتخلصش ويلمها اشرف ابو الحسن وترجع تاني سهله، ولازم بقى السريع هنا يخلص ولا ايه يا عبد الله؟ والسريع فعلا طلع من الدور العاشر واحمد سعيد بيعاتبه ويقول له على فكره الكره دي كانت بتاعتي انا، وطبعا احنا ذات نفسنا مش عارفين مين اللي هيضربها، وعبد الله عبد السلام بيعلقها كده في المتر واللي يطلع يلحقها فيهم، وبيبقوا متفقين مع بعض لا انت اللي هتضرب لا انت اللي هتضرب اللي جايه. وطبعا بقى شغل الخططي عالي قوي وعلى اعلى مستوى من ميدو مسلحي والجهاز المعاون. تاني عبد الله باسقاط برضو بيلعب على اللاعب السريع وبيرد بقى على المدير الفني لنادي طلائع الجيش كابتن ابراهيم، بيقول له احنا برضو هنلعب على السريع. وطبعا انا شايف ديت كلها دعابه بقى داخل اللقاء، وادي هنا دفاعات غير متقنه ومحاوله جيده من احمد سعيد ومعوض، ولكن ما لحقوش كرتهم.
في حاجات كده تبقى بين الدهاليز كده بيعملها اللاعبين يلعبوا بعض بيها، وكذلك المديرين الفنيين، وخطط متنوعه ومختلفه، وادي تعليمات بقى بياخدها اشرف كده بخباسه شويه من تحت لتحت من جانب وجهه كده من الكابتن ابراهيم فخر، واكيد بيشاور لتايسون بيقول له العب ارسال قوي ولا قال له ايه، وفعلا ارسال قوي استقبال جيد من معوض، ما يتلعبش على معوض ده يا تايسون. وعندنا بقى وادي حائط صد خارج الملعب، وبدا فريق الاهلي كده يتمكن شويه في الاداء، ويقول لنادي طلائع الجيش منافسه اه لكن ذهب لا، وهنشوف بقى في الاخر هياكد لنا الكلام ده نادي الاهلي ولا ايه. وادي منعم بيلعب ارسال مسقط برده بيدخل بيه احمد جلال داخل الملعب، وادي اسقاط من شبل، وبدات المباراه تاخد طابع بقى الاسقاط الكثير، وهنقول عليها ايه كي جي 1 ولا ايه، مش عايزين المباراه تتحول بقى لمباريات داخليه بين اللاعبين يؤثروا كلاهم على بعض، ولكن عايزين نستمتع كده باللقاء. وادي هنا ونشوف عبد الحليم هيعمل ايه، ولكن قلبها لاحمد صلاح واللي ضرب في ايد حائط الصد، وشبلي بيلم كورته وترجع تاني في مركز اثنين، ولف الراجل رقم 20 باليد اليسرى وطرف الهواء عمرو تامر، وضرب كده كره في ايد حائط الصد، لاعب اشول من الناشئين كان موجود في منتخب 21 اللعب بطوله عالم، ولكن كان لسه حديث العهد ما شاركش قوي في البطوله، وبدا بقى اعداده عن طريق الكابتن ابراهيم فخر الدين اللي بيصنع العديد والعديد ابطال لمصر، وصنع لاعبين كتير جدا داخل الصفوف. شبل على الارسال سريع، استقبال غير متقن خارج الثلاثة متر، ولكن يقلبها للحل الاوحد عنده في الكره دي، وهو احمد صلاح الشبح الطاير اللي بيستخدم بقى سرعه دراعه ما شاء الله، ويضرب قبل تكوين حوات الصد، وبنقطه مباشره اقوى لاعب في العالم في 2011، وكان هيبقى في 2015، ولكن زي ما قلنا في خطا في التقنيات حصل حرمت احمد. وادي عبو ارسال مؤثر يا عبو، ودربكه واي حاجه وتنزل من تحت الشبكه، وبدا الاهلي اهو يتفوق ويتقدم بالنتيجه كمان، وتايسون بيعتذر عن الاستقبال، وبدا كده يبقى في ناحيه شويه استفزاز مهاري غير خارج عن العادات او التقاليد، والهدف منه هو التاثير على مهاره الفريق الخصم. طبعا الحاجات دي كلها مشروعه ومصرح بيها، ولكن بقى عبد الحليم هنا كان عايز يعمل برضو ارسال سائط ويضيعه في بطن الشبكه. السكور قريب او 4-4، ما ينفعش بالذات الشوط الثالث، مش عايزين الاداء يقلب مننا، وما زال التوتر هو على وجه البدلاء والجهاز الفني. ارسال خارج الملعب، لازم يتحرم العشاء ده النهارده يا كابتن ابراهيم، فريقك طالعه و4-4 والدنيا ماشيه، والراجل بيضيع ارسال سهل جدا. على رأي بقى معلقنا ربنا يديله الصحة كابتن ممدوح البكري اللي كان بيقول يطير في الهواء ويضرب إرسال في الهواء، ولاعب دولي يضيع الإرسال بالطريقة دي. وده أحمد صلاح، هنشوف بقى هيرد علينا بإيه، وإرسال قوي أهو، شايفين الإرسالات بقى العالمية بتاعت أبو صلاح اللي هترجع سهلة ونشتغل عليها السريع ولا إيه، ولكن شد الكرة في مركز 4، وأحمد سعيد طالع كده مع نفسه خالص ما شاء الله من الأدوار العليا، بيضرب كرة باقتدار بنقطة مباشرة، وما زال أحمد صلاح على الإرسال. طفرة من طفرات الرياضة المصرية أحمد صلاح، والكرة الطايرة على وجه الخصوص، قلنا من عيلة رياضية للكرة الطايرة بالكامل. وأدي إرسال أيضا مع استقبال كده مهزوز شوية وضرب صاحب قوي، وبتاخد إيد عبد المنعم وتطلع خارج الملعب. سامعين اهو اول كوره، لازم الكوره الاولى في الاستقبال، صوت محمود جمعه وتامر تايجر. احمد جلال اللي اختفى تماما من الشوط الاول وبدا يضيع، ويعني مش مبرر خالص بقى وجوده داخل الصفوف حتى الان، اختفى في الشوط الثاني ما ضربش كوره واحده. احمد سعيد على الارسال، ارسال مع الوزب ولا ايه يا سعيد، ولكن فلوتر برضه في الشبكه غير مبرر يا سعيد، سهل قوي ضياع الارسال بالصوره دي، ولكن الاصعب انك تنافس تعليمات مدربك. الارسالات كلها واخده تعليمات ان يتلعب ارسالات مسقطه داخل منطقه الثلاثه متر، تعطل شويه الهجوم السريع. محمد عفيفي لاعب سنتر الشبكه
لنادي الطلائع، ارسال سريع واستقبال جيد وفي مركز أربعة، طلع على طول محمد عبد المنعم وضرب وهو نازل تاخد حائط الصد، وكان معاه اشرف ابو الحسن. حائط الصد عنده ممكن ما يكونش عالي قوي، ولكن طبعا خبرات اشرف تخليه تقيل في اي فرقه بيلعب فيها. وقت مستقطع و8 6 حتى الان، فارق نقطتين في الشوط الثالث. بدا كده الاجواء تهدى شويه، حس فريق النادي الاهلي بالاطمئنان، ولكن زي ما قلنا احترام الخصم هو السمه المميزه للنادي الاهلي حتى الان، او احترام المنافس، نخليها المنافس احسن. طبعا نادي طلائع الجيش اللي فاز بالدوري موسم 2015 2016 2017 وفاز ببطوله افريقيه مرتين، مع ذلك النادي الاهلي فاز في المرحله دي ببطوله افريقيه مرتين في 2015 و2017، وعاد للهيمنه من جديد في 2017 2018 بثلاثيه الدوري والكاس وافريقيا بدون خساره مباراه واحده. وادي استقبال جيد من نادي طلائع الجيش، واحمد جلال هبط مستواه بالكامل، ولكن كده ده ملامسه لحوائط الصد. طبعا بقى فترات التوقف اللي عاد بعدها على طول الفرق شهر ونص اعداد وبعدين المنافسات. طبعا كل الاحترام والشكر للدكتور سامح حمدي، ولكن طبعا اللعيبه برده لسه ما لحقتش تجهز بصوره كامله. ارسال اشرف موجه على لاعبي مركز اربعات عبد المنعم، وادي ابو صلاح ينام ويفوق كده بكره قويه جدا وفي الزوايا الحاده اللي بتعجب الجماهير واللي بنسمع عليها صيحات بقى للبدلاء للنادي الاهلي والجهاز الفني. كل اللي في الصاله مستمتع باللقاء، النادي الاهلي بيقدم سيمفونيه ولا اروع من كده للتقدم والفوز والوصول للمرتبه الاولى في كاس مصر. وادي عبد الله بيضرب ارسال قوي جدا بيجري عليها ابو الحسن وبيعلق كره ترجع كيزي وان في ملعب النادي الاهلي وتروح تاني المنطقه الخلفيه. وادي الكره اللي متفقين عليها واللي قلت لكم عملوها اكتر من 10 مرات في مباراه الزمالك، واللي وصلت الفارق فيها النتيجه لبعيد قوي ووصلت الاهلي انه يفوز في قبل النهائي 25 17 25 16 25 22 3-0 على نادي الزمالك في مباراه قبل النهائي ووصول للذهب واقتناء الذهب ان شاء الله بعد نهايه المباراه. وادي عبد الله بينوع هنا واستقبال جيد من تايسون ومنطقه خلفيه، ولكن بقى يا اشرف لازم تشوف لعيبتك خلاص، في منهم اللي فقد التوازن وفي منهم اللي النواحي البدنيه سقطت عنده. وادي هنا بقى الكابتن الخطيب بيتابع عينيه ما شاء الله شايفه كل اللعيبه بيحبهم ويحتضنهم والاجواء وبيدعم اللاعبين نفسيا بوجوده داخل الاجواء. تايسون على الارسال، ارسال قوي وسريع واستقبال جيد وممتع، وفي مركز اثنين وعبد المنعم بيطلع ويطير في الهواء ويقف كده شويه يثبت فيها البلوكات ويضرب بريست ايديه في مركز واحد، كره ولا اروع من كده يا منعم. وراجع الارسال، وطبعا بقى دي روح الدعابه اللي بتخلي الفريق يحافظ على تقدمه واستمراره وثقته بالمكسب مع الاحتفاظ للفريق المنافس بالاحترام الكامل داخل الاجواء. وادي منعم ارسال تاني واستقبال جيد وكره من اشرف، ولكن ترجع بقى شوف التمكن لعبد الله عبد السلام وشوف الاقتدار لاحمد سعيد وشوف الفوقان والروقان بقى لميدو مسلحي، وبيقول للعيبه كده حلو المخ ده، حلو الايد دي يا احمد يا سعيد بدل الايد اللي من حديد اللي كان ممكن تغرمنا البلوك، ولكن بص بقى بيطبطب عليه بابويه هنا على طول هاني مسلحي. وادي بقى العشره والمعاشره مع احمد صلاح وكلهم اشقاء داخل اروقه النادي الاهلي. كابتن ابراهيم فخر ما زال بيحاول ويحاول وعمل توليفه كده من اللاعبين اللي قدروا يكونوا في المركز الثالث للدوري العام والمركز الثاني في منافسه كاس مصر. اربع نقاط فارق في الشوط الثالث والنتيجه 2-0 في الاصوات. هل هنروح بقى للمنعطفات والمنحنيات الاخيره في الشوط الثالث والفوز بالذهب واقتناء الذهب للنسر المحلق الذهبي النادي الاهلي؟ عبد المنعم على الارسال، ارسال برضو باسقاط، عايزين نوقف السريع، ولكن الكره هنا بيقلبها اشرف وتاخد حائط الصد من احمد سعيد وتطلع خارج الملعب. لاعب صغير في السن رقم 20 عمرو تامر صاحب اليد اليسرى، ممكن يبقى ليه شأن كويس في الكره الطايره بعد بقى اكتشاف الكابتن ابراهيم فخر الدين ليه وتلميعه كده. وادي كره ثانيه اهو باستقبال جيد وقلبها لاحمد صلاح، وادي الدفاعات والتغطيه الممتعه
ولكن خارج الملعب يا منعم بدا السكور يضيق شويه. 10 طلائع الجيش، 12 الاهلي. وشبل، وادي هنا استقبال جيد من سعيد وبيعكس الكره لاحمد صلاح وبيضرب كده بريست ايديه، ولكن حواد صد متمكنه، واشرف تاني بيقلب، واللاعب ده بقى جديد ومحدش عارفه، بيضرب كده باليد اليسرى، واختيار جيد من الكابتن ابراهيم فخر الدين. وبنشكر فريق الاعداد على النتيجه بقى اللي ظهرت لنا على الشاشه، ولا اروع بقى بالالوان والحاجات الشياكه الجميله. اللون الاحمر طبعا لون الفوز للنادي الاهلي، و12 الاهلي 11 طلائع الجيش. وادي وقت مستقطع في وقت مثالي جدا لميدو مصلحي، شايف فعلا ثلاث نقاط بيهدرهم خلاص فريق الاهلي، واكيد طبعا بقى مقصوده ان لون الصوت يبقى باللون الاحمر في لوحه النتائج كده، يعني فريق الاهلي هو اللي فايز. وادي عبد الله عبد السلام وميدو مصلحي بيقول لهم لا تقريبا السكور ده ما ينفعش، 11 12 فرق نقطه واحده، ولكن في ثقه وفي تمكن على اوجه لاعبي النادي الاهلي مع الاحتفاظ باحترام المنافس. وادي تامر مجدي بقى مزيد من السكاوتنج والتعليمات، وطبعا زي ما قال الدكتور فؤاد والكابتن هيثم في الاستوديو التحليلي مهم جدا السكاوتنج للجهاز الفني اثناء المباراه وبعد اللقاء، وايضا في محاضره قبل اللقاء بتكون عن السكاوتنج العام للفريق وشكل الفريق بصفه عامه. شايفين مع حضراتكم اثنين بيبقوا قاعدين ماسكين السكاوتنج، واحد بيعمل على فرقته والتاني على الفريق الاخر، ولكن بضياع ارسال، وزي ما قلنا التعليمات كانت بارسالات مسقطه خلف الشبكه للحد من الهجوم السريع العنيف لنادي الجيش، وايضا نادي الجيش بيلعب ارسالات مسقطه خلف الشبكه اللي يقدر يعملها، ولكن بضياع الارسالات الكتير من الفرقتين هيفقدنا حلاوه اللقاء ولا ايه؟ وادي استقبال جيد وممتع واحمد سعيد، ولكن بيضرب ديبر قوي او تحت قوي بتيجي في ايد حواط الصد، وادي اسقاط اي حاجه. بدا بقى فرقه طلائع الجيش تستغل ارتقاءات عاليه لنادي الاهلي وتضرب كده في الايد وهي نازله، وطبعا ده بيعمل خلخله في ايد حواط الصد وبيكلفنا ان النقطه 13 13 ولازم بقى تنشيط ولا ايه؟ والراجل عمل اللي عليه وخد تايم اوت ونبههم، ولكن لازم صحوه من داخل الصفوف هيقوم بيها عبد الله عبد السلام دلوقتي، وانا متاكد طبعا بقى لتمكنه واقتداره في الاعداد، وايضا احمد صلاح بقى لوجوده داخل الصفوف. ما ينفعش المنظر يبقى كده بعد تقدم وتمكن، وطبعا ده لسان حال اللعيبه بيكلموا بيه نفسهم داخل الاجواء واللقاء. وادي اللاعب صغير السن عمرو تامر اللي تميز في اخر كورتين ثلاثه بيلعب ارسال سهل، وعبد الله بيشد لاحمد سعيد. شوف بقى هنا اول ما يحس بالخطر على طول يبدا يلبس الايد اللي من الحديد ويضرب كور قويه جدا احمد سعيد داخل صفوف الملعب المنافس، وبيحقق بيها نقط مباشره. وادي متابعه ولا اروع من كده، ومثال حي لرئيس النادي اللي بيحب ابنائه ويتابعهم ويأثرهم في كل المحافل. احمد صلاح على الارسال، ارسال قوي وعنيف واستقبال غير متقن، وتايسون بقى بيلبس رداء العمالقه ويرفع الكوره، ولكن واحمد صلاح كمان ولا عبد المنعم، وادي احمد سعيد وضرب، وهنا اللعب بقى ايه متعاون من كل الاطراف. وادي كره هنا تترفع فين وحليم، ولكن احمد سعيد بيلعبوا كره دبل كده فوق السريع، وطبعا مع الارتقاء العالي لاحمد سعيد ما شاء الله 3 متر 61 بيلمس الكوره، وعنده عبد الحليم 2 متر 11 بيرتقي ل 3 متر 52 ما شاء الله، ما بنعرفش مين اللي ضارب ومين اللي لامس الكوره، واتساع للفارق ايضا مره ثانيه 15 13 وابو صلاح على الارسال يضرب كده الكوره بايده الشمال سريعه ولا هيعمل ايه؟ سريعه وقويه ولكن في الشبكه المره دي يا صلاح. معلش نلم نفسنا تاني، يلا نقطة غير مطمئنة، ولكن معانا الهجوم وهجومنا كويس، لازم الكرة الأولى دلوقتي تطلع بإتقان. طبعا دي تعليمات أكيد الجهاز الفني، وجلال على الإرسال، إرساله سهل جلال وبيضيع كتير، وأدي استقبال كان هيضيع من منعم، ولكن هنا لمعه على طول، وأحمد صلاح بقى بيشغل مخه كده في كور كانت صعبة في الإعداد شوية، ولكن بيجيب بيها نقط مباشرة على طول، وبنصل للوقت المستقطع الفني الثاني و16 14. وهل بقى هنرجع ويروح كده الجيم وتروح المباراة ويروح الميدالية الذهبية للنادي الأهلي بعد تألق
للفريق، ولا هنشوف كده نادي طلائع الجيش هيتمكن من اللقاء ويرجع تاني للاجواء ويعود ويرسى على ارض الملعب بالشوط الثالث. وادي اشرف هنا مزيد من الشرح بقى بينه وبين تايسون، ولكن احنا دلوقتي في الاداء داخل صفوف الملعب. طبعا يحسب له اشرف ابو الحسن 45 عام ما شاء الله داخل صفوف محافظ على لياقته. وادي عبد الله عبد السلام 36 سنه، عبد الله ما شاء الله يعني قدامك لسه عبد الله 10 سنين كمان داخل الملعب. واحمد صلاح نفس الكلام، جيل واحد يعتبر. احمد سعيد بقى النجم الصاعد بسرعه الصاروخ ما شاء الله، دخل في التصنيف العالمي لمدربين العالم. وادي استقبال جيد وكره في مركز اربعه بيضربها من تحت ايد حوات الصد ولكن خارج الملعب، وكان واخد تعليمات يضرب في اللاين تايسون، ولكن شويه هربت منه الكره وخرجت خارج الاجواء. يلا يا رجاله بنقرب اهو ثلاث نقاط فارق. احمد سعيد ما زال على الارسال وما زالت التعليمات بارسالات موجهه، واستقبال جيد المره دي واسقاط من اشرف، ولكن بقى محمد معوض استعجل كده وحد بيحط الكره فيرست على طول، ودفاعات جيده من عبد المنعم وترجع تاني من احمد سعيد عفوا، والكره في ايد حوض الصد لصاحب اليد اليسرى محمد عمرو تامر اللي ملوش اتجاهات في الضرب، يعتبر ايديه عشوائيه شويه، ولكن اليد اليسرى بتبقى متعبه جدا لحوض ما بيقدروش بسهوله يعرفوا اتجاه الضغط، وقدر يفوز بيها بنقاط عديده في الشوط الثالث وقرب الفارق شويه نقطتين. وادي استقبال غير متقن ومنطقه خلفيه، ولكن بقى ابو صلاح بيركنها كده في مركز واحد وهترجع سهله، لازم تتحط الدوله بقى عشان بقى لنا كتير ما شغلناش السريع يا عبد الله، احنا واقفين السريع تماما في الشوط الثالث. مفيش الا كره واحده اتضربت من عبد الحليم في بدايه الشوط الثالث. يرجع دولة على الإرسال ونزل عبد الحليم. هل بقى هي تخصصات كده بيسلمهم ميدو مسلحي مين اللي يشتغل في السريع في المقطع ده أو مين لأ؟ وأدي بقى هنا الكابتن ناصر شعبان أهو بيداعب كده الجهاز الفني للنادي الأهلي تامر تايجر، وكرة مسقطة بإرسال سريع وبيقلبها أشرف، لكن قلنا محتاجة ضريبين من نوع خاص دي يا أشرف، كنت أنت متعود عليها مع اللعيبة اللي قعدت معاهم عمر. وأدي كرة في المنطقة الخلفية ودفاعات جيدة من دولة ترجع سهلة. حائط صد بقى يعبه يلا، وحائط صد فعلا ولكن خارج الملعب من ايد عبد المنعم. محتاجين تنشيط شوية يا رجالة. ستاشر تمنتاشر لازم السريع يشتغل في المتبقي من الشوط الثالث. وادي اشرف ابو الحسن، استقبالات تبقى متقنه ولكن الاستقبال مهزوز شويه، ومنطقه خلفيه لاحمد صلاح ودفاعات جيده من عبد المنعم. ترجع تاني لعبد المنعم بيبص كده وبيعمل اسقاط بيحافظ بيه على الكوره، وترجع تاني وادي احمد صلاح وعبد الله بيقلب الكوره لعبد المنعم ويضرب قوي في ايد حائط الصد، ودفاعات مستميده وقويه وترجع الكوره لملعب النادي الاهلي، ودخل على طول سعيد. وادي عبد الحليم، قلنا يا جماعه ومحمد مسلحي اكيد منبه عليكم لازم السريع في المرحله دي، خلاص بقى لنا دلوقتي اكتر من 15 نقطه ما شغلناش كره سريع، وفعلا على طول من نص الشبكه يكسب النادي الاهلي نقطه عن طريق عبد الله عبد السلام وعبه، وثلاث نقاط ايضا مره ثانيه الفارق. ويرجع عبد الله عبد السلام على الارسال. المنعطف الاخير للشوط الثالث واللقاء في حالة فوز النادي الأهلي، نبارك له على المركز الأول. وما زال مصمم أشرف أبو الحسن على تشغيل السريع كده من بره خطوط 3 متر، وبتبقى صعبة جدا على الضاربين اللي إذا كانوا حافظينها، وشايفين هنا اللعيبة بتهيص وتصرخ قبل ما الكرة تتضرب عشان الجمل الخططية اللي بتتنفذ مع عبد الحليم وأحمد سعيد صاحب الإيد القوية اللي من حديد، ولكن طبعا ده كله بفضل اقتدار من عبد الله عبد السلام بقى وتمكن من الجهاز الفني باختيار الوقت المناسب لتنفيذ الهجمات. وفي هنا توقف 20-16 حتى الآن باتساع 4 نقاط في الشوط الثالث، ووقت مستقطع حسبه أو طلبه الكابتن إبراهيم فخر. وادي تعليمات الجهاز، وعلى طول جنبهم الدكتور سامح ظلام النشيط جدا اللي موجود مع الاتحاد
الكرة الطائرة، وأيضا كان مع نادي الشرطة بداياته، ثم راح لنادي الزمالك، ثم النادي الأهلي، وطبعا بقى محبوب جدا وسط اللاعبين، وربنا يوفقه طبعا داخل صفوف النادي الأهلي. كابتن الحكم الدولي وليد الخشن، وادي هنا بقى السكاوتنج دلوقتي على طول اثناء المباراه، بنقول الدنيا راح لفين، هنعمل ايه في اللقطات اللي جايه. خمس نقاط تفصلنا عن الذهب، تفصل النادي الذهبي او النادي النسر الذهبي المحلق دائما في سماء الرياضه المصريه في كافه الالعاب واللقاءات. ولكن هنا كره داخل الملعب يا عبد الله، كره شايفينها داخل الملعب، معلش خانك التقدير فيها ولا ايه؟ الحكم شايفها اكيد، بيقول لهم مفيش اعتراض، طلع الكوره بره، مش عايزين كده بقى الجيم يقفل مننا في الاواخر. 17 نادي طلائع الجيش بجهد مميز يشكر عليه نادي طلائع الجيش حتى الان بتجديد صفوفه وتجديد لاعبيه. تايسون على الارسال، ارسال في الشبكه، وبيختم كده تايسون اللفه بتاعته بضياع ارسال. 21-17، اربع نقاط تفصلنا عن نهائي الكاس وفوز مستحق بالميداليه الذهبيه للنادي الاهلي. عمال يميل هيقع. يلا منعم، يلا نادي الماسترز او الاساتذه، فاز بالبطوله العربيه وبطوله الدوري، وجاي في الطريق اهو بطوله الكاس. ثلاث نقاط فقط تفصلنا او اربع نقاط تفصلنا عن النهائيات، وادي دربكه ولكن ترجع في النهايه للنادي الاهلي. وفي كره كده ملامسه لارضيه الملعب، تاخرت الصفاره شويه ولكن بيلحق على طول الكابتن وليد الخشن وبيحسبها. كره لامسه لارضيه الملعب بنقطه مباشره لنادي طلائع الجيش. وادي صوت جمعه بقى وسامعينه بيلعلع كده في اول كره، هي اللي بيتبني عليها الهجمات كلها. وادي فعلا، وادي اول كره خارج اهو، يبقى ما فيش سريع، يبقى احمد سعيد يضرب، يبقى لازم نخلص. احمد سعيد اللي بيجي من بعيد ويطير ويضرب كره كده من حديد وبنقطه مباشره. ويلا يا رجاله، ثلاث نقط فقط للذهب وللفوز بالثلاثيه، ولو كان في رباعيه وخماسيه برده كانت هتبقى من حق النادي الاهلي، نادي القرن، النادي المميز حتى الان بصفوفه ودعم ادارته بقياده الكابتن المتالق دائما وابدا كابتن محمود الخطيب. 22-18، ثلاث نقاط تفصلنا عن نهايه الشوط، وتبديل كده حصل من على الارسال. وادي ارسال سريع وقوي وتاني اهو، وادي كره في قلب الملعب بنقطه مباشره. اللاعب ده عاجبني والله، عمرو تامر، لاعب ذو اليد اليسرى، هيبقى ليه مستقبل كويس في الكره الطايره، صغير السن، زوايا الهجوم بتاعته لسه مش معروفه وغير منضبطه شويه، ولكن بيحقق بيها نقاط. ورجع على الارسال، لاعب طويل القامه، وادي ارسال اهو سريع واستقبال جيد واحمد سعيد، ولكن في الشبكه. لازم السريع يا عبد الله، دولا شغال معاك ما تقلقش، وبيقرب الفارق ل 20-22. ناخد بالنا يا رجاله، والكابتن ابراهيم فخر الدين بيحاول يستدعي حد من البدلاء يعمل حائط صد، وهينزل رقم 23 محمد فرعون، يعمل كده حائط صد على الشبكه ولا ايه؟ وما زال عمرو تامر اللاعب ذو اليد اليسرى صغير السن على الشبكه. وادي ميدو بقى نقطه كمان يا رجاله كده ناخدها، ارسال سريع واستقبال خارج الحدود، وبيرفعها معوض لاحمد سعيد اللي بياخد كده الكره اي حاجه في الملعب الثاني. ولازم نصحى يا رجاله لحائط الصد والتاتش، والكره للنادي طلائع الجيش. 21-22 وبنأذن للموقف، ماشيين كويس والفرق كان مريحنا، ونرجع تاني ونتألق. ولكن برضو العنوان والشعار يظل حتى الآن هو احترام الخصم أو احترام المنافس، ولكن بشرط أن نجيد في كافة المهارات، وأولها مهارة الاستقبال اللي تهز شوية ولكن السريع هو، لكن ما اشتغلش برضو. وأحمد سعيد ودفاعات كانت ممكن تبقى متألقة، ولكن حتى الآن تميز واضح من النادي الأهلي في إنهاء الهجمات. ابو صلاح على الارسال، يا ترى هيكون ختامها مسك بقى بارسالات قويه لاحمد صلاح ولا ايه؟ 23-21، النادي الاهلي المتالق دائما وابدا.
ارسال قوي فعلا واستقبال كده هيرجع الكره بسهوله لملعب النادي الاهلي. ومستني بقى دول اهو بيقول اديني يا عبد الله، ولكن التشانس بول ما كانش متقن يا منعم، وترجع تاني سهله ولا ايه؟ فيها ملامسه ولسه اتاخرت شويه، كان ارسال صلاح مهم قوي والتشانس بول كان اهم يا منعم، وكنا هنشغل منها سريع متقن على طول. ولكن بقى 22 23 في اهتزاز كده، ولكن الثقة موجودة والاحترام موجود ويبقى الأداء داخل صفوف الملعب. جلال بيضيع الإرسال كتير، ولكن المرة دي ضمنه شوية، وبرده استقبال مهزوز وفي مركز أربعة وتعمل باندا في البلوكات وترجع. أشرف بيلم وبيرفع على طول لتايسون، طار في الهواء وضرب في الهواء وما فيهاش حاجة يا تايسون، مالكش علاقة بيه يا ميدو، سيبه هو بس بيحاول حفاظا على ماء الوجه. الكرة مضروبة خارج الملعب وهو بيشاور له وليد، بيقول له بلاش الحركات دي معايا، ده انا حافظك يا تايسون. و24 20 ونقطة يا رجالة، وتفصلنا عن الذهب والفوز بالثلاثية هي اللي موجودة على الأرض. وأدي بقى هنا في لفت نظر كده مش وقته خالص، يعني لاعبي نادي طلائع الجيش، ولكن هم بيحاولوا يعطلوا بقدر الامكان. وادي شوف هنا بيديله الكارت وهو بيبتسم بيقول له لا معلش ما تعطلش عندنا، عشان الفرقه دي لازم تكسب لانها فعلا عنوان للتالق حتى الان، وطبعا انت عنوان للاجتهاد وصولك للنهائي في مباريات كاس مصر ووصولك للمركز الثالث، تشريف وتعظيم لناديك. وان شاء الله السنوات القادمه تكون في منافسه افضل من كده ويكون الاداء اقوى. وهنتابع ونشوف مع حضراتكم بقى في اللقطات الاخيره والنادي الاهلي وتالقه وفوزه بنهائي كاس مصر. احمد صلاح على الارسال، احمد سعيد عفوا على الارسال، ارسال سريع واستقبال جيد ومن مركز اربعه وضربها قوي جدا في ايد عبد الله عبد السلام ودوله، ولسه 23 24 نقطه الذهب ونقطه المباراه بشرط الاستقبال الجيد من لاعبي النادي الاهلي. ولازم نشغل السريع بقى ولا ايه يا عبد الله، ولا هتديها على طول لسعيد؟ هنشوف في المنطقه الخلفيه، وادي هنا استقبال جيد ومتقن وفي مركز اربعه المنعم، وكره كده في الزاويه بنقطه مباشره يشير اليها حامل الرايه بنقطه، ومبروك النادي الاهلي. وبنعود مره ثانيه للكابتن هيثم السعيد والدكتور فؤاد عبد السلام لتحليل اللقاء. خلي الحاجه دي جنبك بقى.